شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل تدشين إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي، والذي أقامه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ونظمته سفارة البحرين بالقاهرة. يتضمن إعلان مملكة البحرين عددا من المبادئ تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام في العالم. ويهدف مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعراق الجامعات العالمية ومنها أكسفورد وكامبريدج وسابينزا، بهدف إعداد جيل من الشباب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.